من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. في يوم رائع، يوم الجمعة، وفي ساعة رائعة بين الصلاتين، موضوع رائع، هذا الموضوع في البداية نحصره عن الحياة الزوجية. عندما نتحدث عن الحياة الزوجية، البعض يتذمر لأنه عنده مشاكل مع زوجته، لكن انظر حولك في أي مجتمع، بما في ذلك في هذا المكان المبارك، تجد هناك شبابا وفتيات هؤلاء لم يتزوجوا، ويتمنون أن يكونوا متزوجين. الحياة الزوجية نعمة، نعم، في الدنيا كل النعم محاطة بمجموعة من الأمور التي تجعل النعم منغصة، التي تنغص النعمة. هذا الشيء طبيعة الدنيا. عندما نتحدث عن الحياة الآن، هكذا نقول عن الحياة الزوجية، تأتي أمور، موضوعات عديدة في الحياة الزوجية. لا أقول ينبغي، أقول يلزم أن نعرف معلومات. من جملة المعلومات معلومتان. المعلومة الأولى هي أنه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى التي يراها الإنسان لعله في أكثر جوانب الحياة، أن الله عز وجل جعل الأمور المتخالفة إلى حد التضاد عند بعض. سبحان الله، هذا شيء عجيب. تجد أخوين
أحدهما مؤمن في درجة عالية من الإيمان والآخر كافر، هابيل وقابيل أخوان من أب واحد وأم واحدة. محمد بن الفرج الرخجي المؤمن وأخوه عمر الناصبي. تجد أخوين أحدهما في قمة الذكاء والآخر في درجة شديدة، أقول من ضعف الذكاء، بليد جدا. تجد أخوين أحدهما ثري جدا والآخر فقير جدا. وتجد أصلا، لاحظوا عموما الإنسان يرى الأشياء المتخالفة إلى حد التضاد، هذا شيء كثير شائع جدا جدا. انظر إلى أي شخص، حتى غير الأشخاص، حتى الحيوانات، حتى الجمادات. ومن هنا الله عز وجل جعل الرجل بجانب المرأة. الرجل مخلوق بكيان معين، المرأة مخلوق آخر بكيان مختلف تماما. طريقة تفكيرهما مختلفة، أجسامهما مختلفة، عواطفهما مختلفة، عقولهما مختلفة، نفسياتهما مختلفة. شيء غريب أصلا. الرجل مع الرجل أخوان قد يكونان ليس للتقليل، كثيرا ما يكونان مختلفين اختلافا كبيرا، فكيف برجل مع امرأة؟ لماذا الله عز وجل جعل الأشياء المختلفة عند بعض؟ لعله من حكمة ذلك، لعله أننا نعرف، أننا نفهم. لا تتوقع أن يكون بجانبك شيء مثلك إذا كانت زوجتك تحمل صفات مختلفة اختلافا كبيرا عنك، لا تصدم. هذا واقع الدنيا. إذا كانت زوجتك اهتماماتها مختلفة اختلافا كبيرا عن اهتماماتك، لا تنزعج. من البداية أعرف القضية هكذا، هي مخلوق، أنت مخلوق، مختلفان أساسا ككيان مختلفان. ناهيك عن الأشياء التي تعرض على الرجل، تعرض على المرأة. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر. ما هي بقية الآية؟ إن ذلك فيه ثواب عظيم. لا، إن ذلك يوجب رقي في حياتك. لا،
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. آية عجيبة. لعله معنى عزم الأمور ضبط الأمور، ترتيب الأمور، تحسين الأمور. تريد أن تكون كنموذج، كمصداق، تريد أن تكون حياتك الزوجية إلى حد ما منضبطة، مرتبة، عليك بالصبر والغفران، ولمن صبر وغفر. خلاف ما يتصوره لعله أقول أكثر الناس، الشيء الصحيح هو الصبر والغفران. يا أخي، البعض لا يتمكن أن يصبر على كلام، الزوجة قالت كلمة غير مناسبة، يصرخ. الذي لا يتمكن أن يصبر على كلام، هذا يتمكن أن يصبر على شيء آخر؟ أسهل شيء الصبر على الكلام، أسهل أنواع الصبر. لماذا نصبر؟ لست مجبوراً أن أصبر عليها. أولاً، لأن الإنسان يعيش في دنيا لا يعيش في جنة. يعني ماذا؟ يعني يعيش في عالم لا يمكن أن يخلو من مشاكل، لا يمكن. فالذي لا يصبر على مشكلة صغيرة مثل مشكلة الكلام، هي قالت أنت بخيل، هي قالت أنت جبان، قالت أنت خيبت آمالي، قالت فلان أحسن منك، كلام. الذي لا يصبر على هذه المشكلة بالتأكيد سيصبر على مشكلة أخرى قد تكون أكبر من هذه المشكلة. الذي لا يصبر على أذى زوجته باللسان سيصبر على أذى مسؤوله بالفعل، لا فقط باللسان. كمثال أقول، هذا أولا. ثانيا، لماذا نصبر؟ لأنه أنت ما أردت أن تصبر على أذى زوجتك، ماذا تصنع؟ تصرخ، أو أكثر من تصرخ. عادة المشكلة تتفاقم، المشكلة تكون أكبر من ذلك عادة. قد تصبر هي على أذاك فيما بعد، وقد لا تصبر، المشكلة تكون أسوأ من ذلك، قد تصل المشكلة إلى الطلاق. خب، لا بأس، أطلقها، خلاص طلقها، بعد ذلك ماذا؟ تتزوج امرأة أخرى، تلك كيف تكون؟ أولا تلك أيضا امرأة، لا تتوقع أن تكون
بنفسية رجل، لا تتوقع أن تكون باهتمامات رجل. الله خلقها كيانا خاصا، بعض الأشياء تبقى، بعض الأشياء لا أشترط عليها، أشترط عليها ألف شرط. الإنسان بالشرط تتغير صفاته؟ لا. لا أبحث عن زوجة هذه الأخطاء غير موجودة فيها، لسانها مو طويل، إذن بعد ذلك فيها أخطاء أخرى. أنت حللت هذه المشكلة، أما هل تعرف أنه ما هي المشاكل الأخرى التي تحدث لك؟ لا. بالنتيجة هي بشر، أنا لا أقول البشر سواسية، لا أقول النساء بمستوى واحد كما أن الرجال ليسوا بمستوى واحد، يوجد الحسن ويوجد السيء، يوجد الحسن ويوجد الأحسن، ويوجد السيء ويوجد الأسوأ. هذا ثانيا. ثالثا، لماذا نصبر؟ وهذا هو الأهم، لأن الله أمر بالصبر. خلاص أصلا لا نحتاج إلى بحث ما هي فوائد الصبر. الله عز وجل أمر بالصبر، الله عز وجل قال لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله يعرف حالي أم لا؟ أمرني بالصبر لمصلحة له، حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أمرني لمصلحتي، ما هي المصلحة؟ لنفرض أنني ما أعرف المصلحة، أمرني أم لا؟ حث على الصبر أم لا؟ أحيانا أقول ولا نزعل، أحيانا عدم صبرنا على زوجاتنا ينبئ عن ضعف نفسي شديد، مشكلة نفسية الإنسان يعاني منها. أحيانا أقول طبعا توجد هناك حالات يلزم أن لا يصبر الإنسان عليها، إذا والعياذ بالله الزوجة فسدت لا يصبر على هكذا زوجة، إذا والعياذ بالله الزوج فسد لا يصبر على هذا الزوج. حسب الرواية الشريفة البعض لا يزوج أصلا. نعم هذا صحيح، ولكن هذه حالات استثنائية. الباب العام هو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا الباب العام، توجد حالات استثنائية لا أنكر، أصلا الإسلام جعل الطلاق للحالات الاستثنائية، معنى ذلك أنه بالفعل توجد في المجتمعات حالات استثنائية. كل الكلام، كل الأمثلة كان على أو كان عن الصبر على الزوجة، بالضبط نفس الكلام يأتي في الصبر على الزوج. فقط الزوج يلزم أن يصبر؟ لا، الزوجة أيضا يلزم أن تصبر. الآية المباركة والآيات لا تتحدث عن الرجال فقط، المرأة تقول لا أريد أن أصبر، ما أتحمل. يعني شنو ما أتحمل؟ أريد الطلاق. لماذا؟ ماذا حدث؟ قال كلمة، على كلمة لا تصبر. ولمن صبر، هذا الخطاب للمرأة أيضا، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. المرأة التي لا تتمكن أن تصبر على كلام من زوجها يلزم أن تراجع نفسها.
أيضا أقول، لا أقول كل، أقول بصورة عامة، هذه نفسية عادة ضعيفة جدا، هذا المقدار من الصبر غير موجود في نفسها. وأكد توجد حالات استثنائية، ولكن ما هو معنى ذلك؟ الإنسان أحيانا يقرأ إحصائيات يتعجب يتعجب، 5 ما أدري الإحصائية إن شاء الله غير صحيحة، 85% من النساء يطلبن الطلاق في حياتهم الزوجية طلبا حقيقيا مرة أو أكثر من مرة. حقا إحصائية غريبة، إن شاء الله غير صحيح. الحالات الاستثنائية يعني 85%. التشديد على مبغوضية الطلاق في الإسلام، هذا معنى؟ الآية للرجال لا للرجال والنساء، نفس الكلام بالضبط بتفاصيله، ليس خاصا بالحياة الزوجية، الآية ما فيها حياة زوجية، علاقتك مع صديقك، علاقة 20 سنة، صداقة 20 سنة لأجل كلمة واحدة البعض ينسفها. أين ولمن صبر وغفر؟ صداقة جيرة أكثر، لا أقول 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، منذ الصغر مع بعض، ما احترمني، خير إن شاء الله. كلمة الإنسان ينصف تلك الصداقة، أين الصبر؟ الآية لا تقول لمن صبر على كلمة سيئة، حتى على أكثر من ذلك، أنا أقول كلمة على الأقل، قال كلمة خلص ما صنع شيئا، لأجل كلمة الإنسان لا يصبر، الذي يضعف عن الصبر على كلمة هذا يضعف عن الصبر على فعل، نعم طريقا أو لا يضعف. اختلفنا في قضية سياسية، في قضية اقتصادية، في قضية اجتماعية، في قضية شخصية، لاحظوا الآية المباركة، الآية المباركة قصيرة جدا، كلمات معدودة، مضمون الآية ما هو؟ مضمون الآية من صبر وغفر فذلك من عزم الأمور، هذا مضمون الآية، لا الله عز وجل هذا المضمون ذكره بثلاثة تأكيدات، عجيب هذه في آية قصيرة جدا 3 تأكيدات. التأكيد الأول لام التأكيد، ولمن صبر، ما قال ومن صبر، هذا اللام لام التأكيد. ثانيا إن ذلك، ما قال من صبر وغفر فذلك، لا جاء بكلمة إن للتأكيد طبعا. مرة ثانية جاء بلام التأكيد، إن ذلك لمن، ما قال إن ذلك من عزم الأمور. 3 تأكيدات في آية قصيرة، يعني افهم أيها البشر، يعني القضية مهمة، يعني الصبر مهم للغاية، صبر وغفران ليس فقط صبرا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ضبط الأمور يكون بالصبر. إذا أراد الإنسان أن لا يصبر الأمور تنفلت. واللطيف أن الله عز وجل رتب كلمة غفر على صبره. بدون الصبر تتمكن أن تغفر؟ طبعا لا. مرحلة أعلى صبر وغفر. مرة الإنسان يصبر ولا يغفر، لا لا يكفي، اصبر واغفر. اغفر يعني ماذا؟ يعني امسح، يعني خلاص، يعني انتهى هذا الموضوع، يعني لا تشغل ذهنك أصلا بهذه القضية. سبني، شتمني، خلاص انتهى، أنا كأني ما سمعت الشتمة. واللطيف لعله ما عندي بحث كامل، ولكن بالمقدار الذي أتذكر كلمة عزم الأمور في القرآن الكريم بمقدار ما أتذكر طبعا ما وردت إلا في موارد الصبر. آيات عديدة فيها هذه الكلمة، عزم الأمور لا يكون إلا بالصبر. تريد أن تعزم الأمر، تريد أن تضبط الأمر، لا يكون ذلك إلا بالصبر. فاصبر على واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آية قرآنية أخرى، آيات عديدة فيها هذه الكلمة الذي أتذكر كلها عن الصبر، أو لعله جلها. الكلمة الأخيرة، سؤال: أنت ملك؟ لا. أنت نبي؟ لا. أنت معصوم؟ لا. عندي 1000 خطأ وأتوقع من الناس أن يغفروا لي وأنا لا أغفر أخطاء الناس. تلك إذن قسمة ضيزة، هذه معادلة غير صحيحة. شخص معصوم لا يصبر، معصوم هو ما أخطأ مع الناس شيئا. كم هي أخطائي مع الناس؟ 10؟ 100؟ 1000؟ آلاف؟ الإنسان الخطاء لا المخطئ، الخطاء. أصلاً لعله كلمة الخطاء قليلة للإنسان. ظلوم جهول، هذه طبيعة الإنسان. مع كل تلك الأخطاء ما صنعت أنا شيئا؟ أنت ما صنعت شيئا مع الناس؟ ننسى، ولكن نعلم أننا لا أقول مخطئين، أقول نحن خطاؤون، ولا أرضى أن يعمل شخص معي خطأ. معادلة هذه صحيحة، هذه النفسية صحيحة. إن كنت معصوما لعلك كنت معذورا في عدم الصبر. واللطيف أن الله عز وجل أمر المعصومين بالصبر، أمر أطهر خلقه بالصبر. كم آية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله بالصبر؟ سيد خلائق الله، أطهر قلب خلقه الله سبحانه وتعالى، أنظف شخصية خلقها الله سبحانه وتعالى. ما آذى الناس بمقدار شعرة، بمقدار شطر كلمة. هذا الشخص أمر بالصبر،
أهل البيت أمروا بالصبر، تحمل مساوئ الناس، وقد تحملوا وقد صبروا أيما صبر، فكيف بأن الخطاء؟ ليكن عندنا شيء من الإنصاف، أنت تخطئ وتتوقع أن يغفر لك ويصبر على خطائك، أنت أيضا اصبر على أخطاء الناس واغفر لهم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.